جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الاشهر القمريه مواقيت للناس تيسيرا لهم واعانه على معرفه مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاه واوقات الحج ونحو ذلك قال تعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج والميقات من التوقيت وهو ان يجعل للشيء مكان او وقت يختص به فكما ان للحج مواقيت يحرم منها من مر عليها قاصدا الحج فكذلك له مواقيت زمانيه لا يحرم بالحج الا فيها قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واشهر الحج هي شوال وذو القعده وذو الحجه او عشر من ذي الحجه وهذا يدل على تعظيم شان الحج فقد جعل الله تعالى له اشهرا مع انه لا يستغرق الا اياما معلومات ولا يحرم بالحج قبل اشهره وذلك لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي في اشهر الحج المعلومات فلم يرتب الله تعالى احكام الاحرام الا لمن فرضه في اشهر الحج ومن عقد النيه بالحج في هذه الاشهر وجب عليه اتمامه وان كان تطوعا لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي فلم يُبِح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحو ذلك.